تصويت مجلس النواب على تشكيل لجنة تقصي ومتابعة ملفات الفساد في محافظة صلاح الدين، لا سيما بعد الجدل الواسع الذي دار حول المشاريع الوهمية فيها. أبناء المحافظة عدوها خطوة متأخرة، إذ أن الفساد قد نخر جسد المحافظة ومشاريعها الخدمية، مطالبين بالإسراع في عمل هذه اللجنة. اغلب السياسيين اليوم وسياسيين محافظه صلاح الدين يعني هم مصالحهم الشخصيه مبتعدين عن المواطن، مبتعدين عن المشاريع الوهميه اللي صارت بالمحافظه من 2013 او 2012 لحد الان، ماكو اي مشروع كامل. لذلك القرار مجلس النواب بفتح ملفات الفساد كان قرار متاخر جدا يعني لهذا الموضوع. اللجنه اللي تشكلت اخيرا في مجلس النواب بالتحري عن الفاسدين في محافظة صلاح الدين أنه تسرع بالكشف عن الأموال المسروقة وتعيدها، وإن شاء الله نشوف محافظة صلاح الدين زاهية، اللي نتمناه أنه إرجاع الأموال من السارقين بأسرع وقت. المباشرة بعمل هذه اللجنة النيابية والمتابعة الجادة لما جرى هنا في محافظة صلاح الدين وآلية تنفيذ المشاريع فيها مؤشر إيجابي حسب ما يراه مراقبون، ونقطة انطلاق لإنعاش المشاريع الخدمية التي توقفت بسبب كثرة الفساد والمفسدين. المحافظة الأكثر فسادا بسبب وجود الفاسدين ونهب مشاريعها، إذا ما طبق هذا القانون اللي أقر مجلس النواب واللجان التحقيقية وأخذت مهامها قبل الانتخابات وإعادة الأموال منهوبة، أكيد ستكون هناك مؤشرات إيجابية بانتعاش المشاريع الخدمية التي تسهم ببناء أغلب محافظة صلاح الدين. تشكيل اللجان النيابية بمتابعة ملفات الفساد في صلاح الدين خطوة ينتظر منها المواطن إعادة الحق المسلوب من مشاريع وهمية لجعلها مشاريع حقيقية منجزة. من صلاح الدين، فراس الحسني، التغيير.